بسم الله الرحمن الرحيم. الآن طلعت نتيجة الثانوية العامة في مصر، ببارك لكل الولاد والبنات ألف مبروك للي نجحوا وحققوا اللي هو كان نفسهم فيه، وبقول للي ما حملوش اللي كان نفسهم فيه وممكن يكونوا زعلانين أو محبطين، اوعوا تزعلوا، الدنيا ما خلصتش. وحتى بقول للناجحين والمتفوقين، الثانوية العامة نقطة بداية مش نقطة نهاية، وعايز أقول لهم إن ناس كتير بيبدأ نجاحها يمكن حتى بعد الكلية. اللي قدامكم دون خريج كلية تجارة، ومجموعي في الثانوية العامة ما كانش مجموع جيد أو مجموع مناسب، ومع ذلك الحقيقة أنا ما نجحتش إلا لما غيرت الكارير بتاعي. أنا دخلت كلية تجارة وأنا ما بحبش التجارة، وتخرجت من كلية تجارة واشتغلت مراجع حسابات في مكتب حسابات كبير وأنا ما بحبش المراجعة، وكملت حياتي وانا بعمل حاجة مش بحبها، لغاية ما اكتشفت منطقة تألقي او منطقة شغفي او منطقة حبي ان انا اكلم الناس وان انا اتواصل مع الناس. كنت بشتغل في الارقام وانا ما بحبش الارقام، اتاري انا عكس كده خالص، انا ماليش دعوة بالارقام، انا ليا دعوة بالتعامل مع البشر والتفاعل مع البشر من خلال رسالة انا بحبها. عايز اقول لكم ايا كانت نتيجة الثانوية العامة، اهم حاجة في الدنيا انك تركز على منطقة تألقك، منطقة شغفك، موهبتك الكبيرة، الهبة اللي ربنا وهبها لك الوهاب سبحانه وتعالى. ايا كان نتيجتك، اذا كنت من المتفوقين ما تتغرش، دور على منطقة اسمها الستيت اوف فلو، منطقة التدفق اللي بتخليك تنسى الاكل والشرب وتعملها وانت في غاية الحب بصرف النظر عن الفلوس او العائد، منطقة احسانك الخاص، الاحسان، منطقة الجمال اللي جواك. اما اذا لم تكن قد حققت ما تتمنى وزعلان ومحبط، اوعى تحبط، لسه بدري. فين منطقة تألقك؟ اشتغل عليها. ألف مبروك. بقول للأهالي وجهوا ولادكم في لحظة الفرح الحالية إن هم ينجحوا في الدنيا، مش بس بالشهادات، ولكن ينجحوا في الدنيا بموهبتهم، بالشيء اللي نفسهم فيه، بمنطقة النجاح بتاعهم. مبروك مبروك مبروك، إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق في الحياة، وربنا يفتح عليكم ويبارك فيكم يا أهالي ويا أباء ويا أبناء. دايما شجعوا أولادكم يطلعوا أحلى ما فيهم في منطقة تألقهم، هو ده اللي باقي وهو ده اللي هيأكلهم الشهد، مش نتيجة الثانوية العامة بس. نهدى كلنا، نفرح بالنتيجة لكن نركز على المستقبل. شكرا جدا، سلام عليكم ورحمة الله، ألف مبروك.